السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم وأجورنا وأحسن الله الأجر والثواب لشهدائنا الأبرار الذين يعبدون الطريق دائما، وكلما سد الطريق كانت الدماء فاتحا ومعبدا لهذا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع على إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. بعد صمود اسطوري تجاوز السنوات الست، وبعد أن تبين لكل المراقبين ولكل الفاعلين من أجل إخماد هذه الثورة وهذا الحراك وهذه الانطلاقة الكبيرة، أنه لا أمل في إخمادها ولا إمكانية للتراجع فيها، لا في البحرين الثائرة ولا في القطيف الجريحة ولا سيما في العوامية الصامدة التي تواجه ومنذ 15 يوما أعتى آلات الحرب والجاهلية والعنجهية والقبلية من أجل إخضاعها وإسكاتها، ولا تزال صامدة. يحدثنا التاريخ أن طاغية كبيرا عظيما مغرورا كان يعتبر نفسه إلها ويأمر الناس بأن يعبدوه، مغرور في حياته أكثر غرورا من طغاة آل خليفة وأكثر غرورا من طغاة آل سعود، هو فرعون. بعد تجربة السحرة التي انتصر فيها موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، على سحرة فرعون فآمن السحرة وأذعنوا لموسى، هذه الحادثة أعطت وهجا كبيرا لرسالة السماء لموسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وبدأ المستضعفون من بني إسرائيل بالبحث في هذه الرسالة والإيمان بها واتباع موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فخشي فرعون أن دولته سوف تنهار وحكمه يتقوض، فابتكر هذه اللعبة الخبيثة، فجاء إلى قومه اجتمع بهم تنازل بين لهم أنه متواضع معهم، وأخذ يستشيرهم وأخذ يتودد إليهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وكأنما هو حاسم مسألة الألوهية، فقط ينتظر منهم تصديق والتسليم. ثم يلتفت إلى هامان، يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يريد أن يشكك هؤلاء الناس في عقائدهم، يريد أن يثبت لهم. اتخذ مجموعة من الخطوات السريعة التي يستطيع الانتصار بها على بني إسرائيل. أولا جلس معهم، ثم من جديد بدأ يشككهم
في معتقداتهم. يا هامان ابني لي صار شيء عجيب، الجبال موجودة والأبنية الشاهقة موجودة، شنو الحاجة إلى صرح جديد يبنيه علشان يصعد عليه ويطلع إلى إله موسى؟ راح يكون أصعب أكبر من الجبال موجودة؟ ما راح يكون، راح يكون أرفع من الأبنية الموجودة ربما. لكن ماذا يريد فرعون أن يصل إليه من الأرض؟ عندما يطلع إلى السماء سيشاهد ما يشاهده عندما يكون على ذلك الصرح. لكن كان يريد يسوي شيء عجيب يشغل الناس عن الهزيمة التي عاشها فرعون وجنوده، وانتصر فيها نبي الله موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. فيشغلهم عن هذا الأمر بأنه صرح كبير، الناس تجي تتفرج عليه، الناس تجي تركب عليه، سوى إلى أيضا دائرة تصاعدية يستطيعون الناس أيضا حتى بالخيول والمواشي يصعدون عليه حتى يصلوا إلى القمة. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ عندما يشعر الطغاة بأنهم مهزومون يتوسلون بأي طريقة من أجل أن يشغلوا شعوبهم عن المسائل الرئيسية التي يعيشونها، ويشغلوا شعوبهم عن الهزيمة ويبينوا لهم أنهم أصحاب اقتدار. نعم، في هذه الظروف البائسة التي يعيشها نظام آل سعود ويعيشها نظام آل خليفة يتوسلون بأي قشة تستطيع أن تنقذ عروشهم، فيذهبون إلى ترامب. 250 مليار دولار ممكن تغطي وتغني الدول الإسلامية كاملة، يذهب بها صبي من الصبيان يتبرع بها إلى أعتى رئيس في أمريكا وأكثر رئيس يكره المسلمين في أمريكا، وجاهر في حملاته الانتخابية ليرشوه بها. ثم يأتي ترامب أيضا إلى السعودية، يجمعون له 50 رئيس أو مسؤولين 50 دولة يتبرعون له بأكثر من 500 مليار، وأموال المسلمين تهدر هنا وهناك. الهدف الرئيسي إظهار أن هذه الدولة مقتدرة، وأن هذه الدولة محمية، وأن هذه الدولة ليست وحدها، وأن هذه الدولة لا يمكن أن تتنازل، و و و وإلى آخره. ويشغلون الناس علشان ما حد يفكر في 750 مليار دولار التي أعطيت إلى ترامب. يجيبون زوجة ترامب وبنت ترامب والناس تشتغل كلها على بنت ترامب وزوجة ترامب، وينسون 750 مليار أخذها هذا المجرم في غمضة عين. في يومين جاء إلى بلادنا واستلم هذا ولم يعطي شيء. أمن الخليج من أمننا، هذا من زمان الغرب يقولونه، وقال لهم بالحرف صريح والواضح يجب محاربة الإرهاب ونحن لن نحارب، سنساعدكم أنتم الذين حاربوا وتحاربوا، علشان أيضا يقنعهم وقشمرهم. قال وإحنا نأيد تكوين حلف ضد إيران، حلف لا يشارك فيه، لا يدفع فيه فلس، ولا يتحمل أي شيء فيه، فقط علشان يشعر آل سعود أنهم أقوياء وأنهم ليسوا وحدهم في هذا. فرعون علشان يقشمر بني إسرائيل قعد وياهم وقال لهم ترى ما في رب غيري، ما في إلا أنا، زين، وبنى الصرح علشان ينشغلوا فيه وجماله ورفعه وما شابه، زين، وبعد ان صعد على الصرح كما في التفاسير واطلق سهم ورجع هذا السهم وفي شويه دم. الحين هذا الدم من قبل ما يطلقه مخلنا، او فعلا كما تقول بعض الروايات اصاب طير فصار في دم وقال لبني اسرائيل قتلتنا اله موسى، تهل. هذا أيضا جاء ترامب وأخذ الفلوس اللي يريدها كلها ومشى، زين، وهدولين
قاعدين ويقولون إلى العالم خلاص عندنا أقوى حلف وأعظم حلف ولا يمكن أحد يتجرأ علينا. راح ترامب طلع من الجزيرة العربية، من شبه الجزيرة العربية، وذهب إلى إسرائيل. يومين استقبلوا كم واحد في المطار؟ مو الآلاف اللي جت إليه، ولا جابوا له دول كثيرة ولا شيء، 6 كراسي وضعوا إليه وياها يمكن 6 ماي قناني ماي وعصير، وكان الله غفور رحيم ومشى، عطى اللي يريد ومشى. في دولة الإسلام ومهد الإسلام في شبه الجزيرة العربية يصافح ملكها علشان يشغل الناس، امرأة ما يسمح لهم بسياقة سيارة، ممنوع كل شيء، ويصافح امرأة على مرأة من العلماء الوهابيين وغيرهم الذين لا يجعلون شيء لا يكيلونه إلى المرأة. ثم يذهب زين، واحنا نقعد نطلع ونشوف في الفاتيكان اللي ما عندهم مشكلة لا في مصافحة المرأة ولا في قضية الحاسرة، مع ذلك هناك زوجة ترامب تلبس غطاء على الرأس وبنت ترامب تلبس غطاء على الرأس في مهد الإسلام وأرض الجزيرة العربية، حاسرة والكل بس جاي يتودد ويتطلب من هذا. هذه علشان يقشمرون الناس يفعلون هكذا. هذا بالنسبة إلى شبه الجزيرة العربية، بالنسبة إلى العوامية 15 يوم وإلى الآن 5 شهداء بعزة وكرامة قدموا ودماؤهم الزكية أريقت في سبيل الدين والعقيدة وفي سبيل الحقوق المشروعة، ولم يستطع لا هذه الجحافل من الجيوش ولا غيرها. نحن لا نتوقع بكل صراحة، لا نتوقع أن شعبنا الأعزل يستطيع أن يقف أمام جيوش سعودية الجرارة، جيوش آل سعود الجرارة، لكن 15 يوم صمود وما يستطيعون الدخول، ما هذا الجيش يعني؟ ولا أيضا في الدراز لم يتوقع أحد منا أن السلطة لو قررت في يوم من الأيام أن تتدخل بقوة لفض الاعتصام أنها لا تستطيع. كل ما قال العلماء، كل ما قال المشايخ، أن الوصول إلى سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم سيكون على أجسادنا، وقد فعلوا العلماء موجودين في السجن، معظم العلماء وعلى رأسهم سيد مجيد المشعل فرج الله عنه وعن جميع العلماء الذي اشتهر بهذه العبارة، موجود في السجن، ولو كان موجودا في الاعتصام لفعلها وأكثر. لكن الشباب أيضا لم يقصروا ولم يستطيعوا الوصول إلى سماحة الشيخ إلا على أجساد 6 من الشباب، 5 شهداء اليوم سمعنا أسماءهم، كلهم قتلوا في المعركة. والشهيد الأول الذي أعلن عنه قتل على باب منزل سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، وكان يمكنه الفرار لو أراد، وكان يمكنه الابتعاد لو أراد وما شابه، لكنه آثر أن يقتل في سبيل الله دفاعا عن الدين والعقيدة ولا يستسلم. لا توجد قصة اليوم ليس لها مثيل في القرآن الكريم وفي التاريخ من قبلنا. هذه الآيات من سورة القصص 38 إلى 42، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، بعد فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هكذا هو حال الطغاة، وهكذا هو حال شبابنا و
شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بكل ما يملكون. في الدراز سطر شعبنا بالأمس يوما ناصعا أبيضا دفاعا عن القيم والمصالح، وجاء إبليس وجنوده من أجل أن يتنازل أبناء شعبنا عن حقوقهم عن مطالبهم، لكنهم لم يسمعوا إلا كلمة الثبات وكلمة الإصرار والصمود. وهيهات منا الذلة كما يقول الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أختم بهذا اليوم طارق الحسن يتبجح في هذا المؤتمر الذي لم يستطع من خلاله أن يبين فضيلة واحدة لجنوده الأشاوس الذين اعتقلوا من حوالي بيت سماحة الشيخ ومن داخل بيت سماحة الشيخ قرابة 286 شخص كما يدعون، بينهم أطفال في العاشرة وأقل من العاشرة. كل من كان موجود أخذوه رهينة وظنوا أنهم جاءوا بالغنائم الكبيرة، وقالوا أنهم اعتقلوا 50 من المطلوبين. أين هؤلاء 50؟ وليس كل الذين اعتقلوا مطلوبون كما يدعون، لكن علشان الطاغوت يظهر نفسه أنه منتصر وأنه حقق شيء كبير يقولون ذلك. لكن أقولها وبكل ثقة واطمئنان، اطمئنوا فإن شعبنا لن يتراجع، وإن المطالب التي رفعت في ثورة 14 فبراير وكما قال سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، لن يتراجع شعبنا عن المطالب. إذا أردتم أن يتراجع الناس ويعودوا إلى بيوتهم أمامكم مسار واحد، لبوا مطالب شعبنا، وإلا فليس هناك تراجع وليس هناك تنازل وليس هناك عودة إلى البيوت خالين الوفاض. نحن لا نلعب لا نتقشمر، خرجنا من أجل مطالب عادلة يعترف بها كل أبناء العالم وطالبنا فيها، وحتى دستور البلاد المفروض هو نفسه يعترف بهذه الحقوق، ولا يمكن التراجع عنها ولا التنازل عنها. ونحن لا نخسر شيء، استمر هذا الحراك سنة سنتين 100 سنة مليون سنة، لنا حق إن أعطيناه، وإلا ركبنا أعجاز السرى أعجاز الإبل وإن طال سرى، كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. للشهداء الرحمة الواسعة ولذويهم وأهاليهم الصبر والسلوان والأجر إن شاء الله من عند الله سبحانه وتعالى، ولشعبنا إن شاء الله النصر القريب المؤزر. لا أنسى في هذه اللحظات وأنا اليوم أتابع الشهيد محمد حمدان الشقيق الأكبر أو الأخ الأكبر للشهيد مصطفى حمدان، قالوا أن والدته هذه الأيام موجودة في سوريا وليست في البحرين، وهي قبل بداية أحداث سوريا أيضا مقدمين شهيدين أيضا، وأيضا لدى هذين الشهيدين 4 من الأخوة ضمن المعتقلين في هذه الاعتقالات. هكذا هو شعبنا معطاء صامد ومواظب على ثورته ومطالبه، ولا يستحق من الله سبحانه وتعالى إلا النصر المؤزر القريب. لهم جميعا الرحمة الواسعة، ولشبابنا ولكم ولنا جميعا إن شاء الله العبرة والثبات والصمود إن شاء الله، وحمل الأمانة التي كانوا يحملونها، و
النصر القريب إن شاء الله لشعبنا في البحرين ولشعبنا في شبه الجزيرة العربية إن شاء الله، وقريبا نرى هذه المنطقة خالية من الطغاة جميعا. إلى من اجتمعنا لأجلهم المباركة الفاتحة، وقبلها صلوات على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.